وصمة عار سوداء في التاريخ الأمريكي، هكذا ندد آلاف المتظاهرين على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وألقائه خطابا في الكونغرس. أمريكيون من مختلف الإثنيات والأعراق طالبوا باعتقال نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، مستنكرين دعوة بعض أعضاء الكونغرس له في ظل استمرار المجازر بحق الفلسطينيين، وهو ما اعتبروه مكافأة للمجرم على حد تعبيرهم. إحنا موجودين هون بالألاف، عشرات الألاف، إنه نقول إنه نتنياهو مش لازم يكون يحكي بالكونغرس ولا حتى بأمريكا، لازم يكون بالسجن. هذا مجرم حرب ومش لازم الواحد يسمع له، لازم يكون ما إلوش منصة اللي يحكي فيها. لازم يوقف الحرب على غزة، لازم يوقف القتل، لازم يوقف الإبادة الجماعية للفلسطينية، ولا محل لازم ولا حد لازم يسمع له، ولازم يروح على السجن. المتظاهرون علقوا مشنقة نتنياهو بشكل رمزي وحملوا لافتات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ومشبهين نتنياهو بهتلر، مطالبين الضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب ولإحلال السلام. ويتساءل المتظاهرون عن جدوى خطابه دون أفق قريب للسلام أو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في ظل استشهاد عشرات الآلاف وتشريد الملايين. لا يجب أن تتدخل الولايات المتحدة في الحرب أو تمهلها. أيضا لا يجب علينا التدخل في السياسة الخارجية للآخرين. نطالب بإنهاء المساعدات الفورية لإسرائيل. لحياة الإنسان قيمة كبيرة، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار والقتل وتدمير أراضي الآخرين. الأموال التي ترسل إلى الحرب يجب أن يتم صرفها هنا والاعتناء بالشعب. كما استنكر المتظاهرون استمرار توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل رغم توثيق استهداف المدارس والمشافي ودور العبادة. شخص غير مرحب به في واشنطن، هكذا أعرب المتظاهرون عن رفضهم لزيارة نتنياهو إلى الكونغرس، متوعدين أعضاءه بمحاسبتهم في انتخابات نوفمبر. أما سياسيا فتأتي الزيارة في خضم اضطرابات وانقسامات حزبية غير مسبوقة، يأمل الجمهوريون من خلالها تحقيق بعض المكاسب قبيل الانتخابات. مروان زعتر، قناة الغد، واشنطن.